محاولات حثيثة من سكان مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية للإبقاء على أجواء شهر رمضان على الرغم من النقص الحاد في كل شيء في المخيم وعدم وجود أي مساعدات للعائلات النازحة فيه منذ أكثر من عام ونصف العام. من سنة ونص ما جتنا معينا للمخيم الركبان هون ونفتقد المواد الأولية للمعيشة في مخيم الركبان، ونحن بشهر رمضان الفضيل المبارك حتى عم نطبخ على الرقع والبلاستيك والكذا ما عندنا حق ربطة خبز نشتريها، وفي أغلب الناس مجوز ما تقدر تشتري رغيفين خبز أو تقدر تجهز لحالها لقمة تأكلها بشهر رمضان الفضيل. انعدام فرص العمل بالتوازي مع غياب المساعدات الإنسانية من المنظمات المعنية تركت قاطني المخيم في أوضاع مأساوية في شهر رمضان بالتوازي مع النقص الحاد في كل السلع والمواد الأساسية وغلاء أسعار ما توفر منها بشكل كبير عن الأعوام الماضية، جعل شهر الخير يأتي في ظل ظروف صعبة وقاسية مما زاد من الأعباء المتراكمة عليهم. ما شاء الله ولا عمله قاعدني بطالة، لا شغل ولا عمل، لا المخيم لا معينات ولا شيء عم يجينا خالص للمخيم، وبطلنا على العمل لا بيشغل ولا بيشي خالص هالمخيم. هاي الدار لها حاجتها ما عم نجيب لحاجتها، الدار خالص ما عم نجيب، ما معنا مصاري نجيب للبيت، والبيت إلى حاجات ما عم نجيب خاصة في شهر رمضان من غلات الأسعار. قرابة 11,000 مدني يقطنون مخيم الركبان، جميعهم يفتقدون أدنى مقومات الحياة الأساسية وسط ضعف في الرعاية الصحية وغياب شبه كامل للخدمات. نحن عالين البطالة، لا يوجد عمل، لا يوجد شيء، محاصرين في بقعة صحراوية لا يعيش فيها لا إنس ولا جان إلا ما قدر الله عليه أن يبقى فيها. ونناشد المنظمات الخيرية وفاعلين الخير في رمضان بأن يلقوا لنا حل، حيث أن لا يوجد أدوية. نقطة طبية كانت موجودة على الحدود الأردنية سكرت من قرابة عام. الأطفال هنا لهم الله، لا شيء إلا الله فقط لا غير. مطالبات ومناشدات للمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية للنظر بأحوالهم وتقديم شيء بسيط يعينهم في شهر رمضان، فلا سلل غذائية ولا حتى وجبات إفطار رمضانية، والوضع يزداد سوءا يوما بعد آخر.